عشوائية. الموقع في أول تعليق لايك سبسكرايب تابع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أحلى ناس في الدنيا؟ ورجعنا لكم تاني بفيديو جديد عن الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتسمى اللوتري. الولايات المتحدة الأمريكية بتمنح كل سنة 50,000 تأشيرة هجرة من جميع الدول العربية، ويمكن لأي شخص يقدم على الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يشترط وجود لغة إنجليزية. تقدر تقدم أنت والأسرة كاملة، ولو واحد فيكم نجح بياخدوا الكل. باب التقديم من 7/10 إلى 7/11 من كل سنة. باب التقديم مفتوح الآن، ما تسمعش كلام حد. حد يقول لك، حد يطلع إشاعات يقول لك الموقع مقفول. حد أنت بتقدم بنفسك في الموقع، بتقدم بنفسك، ما بتروحش في أي حتة. كل البيانات أنت بتقدمها بنفسك. الوضع سهل، أنت بتدخل بتقدم على الموقع الرسمي. ده موقع الحكومة الرئيسية dovlotterystate.com، وانت بتقدم خلي بالك لازم يكون الموقع الاصلي، ما تقدمش في اي مواقع خارجية عشان بياناتك ما تروحش على الفاضي. تأكد ان الموقع خاص بالهجرة العشوائية للولايات المتحدة الامريكية. وفي ناس طلعت اشاعات بتقولك اللوتري مقفول السنة دي، ما تسمعش كلام حد، ما تسمعش كلام حد. قدم بنفسك وقدم بياناتك وجهز اوراقك، واوراقك لازم تكون مترجمة للغة الانجليزية ومختومة، ماشي، وتوكل على الله. قدم، يمكن تصدف، هم عاوزين 50,000 شخص. قدم، في ناس قدمت وعايشة دلوقتي في الولايات المتحدة الامريكية. انا واحد من الناس قدمت وما جاليش الحظ، دخلت بالكونفيرميشن نمبر وقال لي لا يصيبك الدور، يعني مفيش نصيب. لا مفيش نصيب، قدمت والله. فهي عملية نصيب وحظوظ، فانت وحظك، ما تسمعش كلام حد، قدم وتوكل على الله. وتمنياتي لكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، اللي ما يعرفنيش انا علاء الدسوقي، مصري عايش في امريكا الجنوبية. اشتركوا في القناة حلف في العالم.